ما رأيك؟ كيف تبدو التوقعات للآثار الفعلية لهذه الخطوة وهذا الإعلان وهذا الانتهاء للمهمة القتالية للتحالف الدولي في العراق؟ يعني اولا ارحب بك وارحب بضيفك العزيز الاستاذ جبوري وبالجمهور لديكم، وانا اهنئ الشعب العراقي بهذه الخطوه، بان هذه تدل على ان مستوى تعافي الدوله العراقيه قد وصل الى مرحله لا شك انها ليست كامله، ولكنها عمليه تراكميه تتقدم فيها الدوله العراقيه والشعب العراقي نحو الامام. هذه قضيه الاولى. القضيه الثانيه، الانعكاس في الولايات المتحدة الأمريكية بالذات من جهة هو انعكاس إيجابي، لأن ذلك سيعني انفضاض الجيش الأمريكي والتفاته لمهماته العسكرية الأساسية بعيدا عن الحروب البرية الجانبية التي يمكن أن قد يكون الإدارات السابقة قد تورطت بها. إضافة إلى ذلك، هناك أثر عميق للتضحيات التي قدمها الجيش الأمريكي والجنود الأمريكان في العراق، وهؤلاء ينظر إليهم على أنهم أبطال وأنهم عمليا أشخاص قدموا حياتهم ومستقبلهم في سبيل قضية وطنية أمريكية. أما فيما يتعلق بالوضع الأمريكي وكيف ينظر الاستراتيجيون الأمريكان إلى الوضع في العراق، فباعتقادي أنه لا يزال هناك مصادر قلق حقيقية، وبالتالي بناء على طلب الحكومة العراقية فإن المساعدات التي يمكن أن تقدمها القوات العراقية ستبقى هامة جدا، والقضية الرئيسية هي الحفاظ على توازن القوى في العراق، بمعنى أن هناك جيوش من الميليشيات هي خارج سيطرة عمليا خارج سيطرة الجيش والدولة، وهي تعمل بتعليماتها الخاصة. لا شك أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تكون مهتمة بالتدخل بالشؤون الداخلية، ولكن مع وجود داعش، مع وجود قوات تمتلك ميليشيات تمتلك صواريخ وتمتلك عمليا أجهزة متقدمة خارج الجيش العراقي، وكما تحدث السيد الصدر فإن قضية أن يحصر السلاح داخل الجيش الوطني العراقي هو قضية مهمة جدا، ولكنها ليست طريقا معبدة سيتم إنجازها بين ليلة وضحاها. لذلك أمام العراق مطبات متعلقة بالوحدة الوطنية، أمكن حتى الآن لجم احتمال انجراف البلاد نحو حرب أهلية. الجيش العراقي نضج إلى حد ممتاز وقدراته تحسنت بشكل كبير، لحمته الوطنية ومهامه الوطنية أصبحت أفضل، ولكن يبقى التحديات كبيرة جدا متعلقة ببناء الدولة وبناء الجيش.